خمس شهور هذا مخدوم. هذه ما عندهاش خمس شهور. والمقطع دوم الله كلاوها هرسوها وداوها وحنايا ها شوف. وغاديين باللي كانوا عندنا تعرف يديري. كرة كاين ناموس أنا في الصيف، أنا ما تطلش عليها هنا، والله ما تطل عليها. قلق وحيرة كبيرين يعيشها الساكنة بولاية عامة هذه الأيام جراء تفشي ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي. ما أضحى يشكل أكبر الأخطار على حياتهم بفعل تكرر حوادث سقوط الأفراد بها. شفت دروك من هذه الأخر شعرة ونطيح فيها في هذه البلوعات هذه، ورانا نعانوا من هذه الظاهرة هذه تاع سرقة البلوعات منا، ونتمنوا من الدولة تدير الردع في هذا المجال هذا تاع سرقة البلوعات. انا نعانوا منهم في مدينه مشريه. راه انا عاد شحال من بلوعات كون نحسبها لك براسك هنايا، راه عندها واحد سبعه ولا ثمانيه راه صار لهم كم الدائره هذه. انا نتمنى من السلطات يشوفوا في الامر هذا، يدخلوا زعما يديروا حاجه. ولا راك شفت فيها هذه، راه مومو راه في شغل دخل في سرقه بلوعات مومو. ظاهره سلبيه حولت الشوارع والاحياء الى مجرد افخاخ تترصد باصحاب المركبات، أين سببت لهم الخسائر المادية الكبيرة بعد تضرر سيارتهم. البلوعات يعني كي تكون فارغة في السير في الطرقات وكل شيء، عندها تأثيرات مادية وتأثيرات بشرية. يعني تأثيرات مادية على السيارات وعلى يعني تخيل أنت سيارة فايتة سيرتو في الليل، يعني تقدر تفوت سيارة ولا تطيح في هذيك الحفرة، مما يؤثر على الراكبين اللي كاينين. وثانيا قادرة تكون مؤثرة على الأطفال وعلى سيرتو على الأطفال وسيرتو على الشيوخ. هذا بينا ثاني المواطنين اللي يسكنوا في الاحياء، احنا ما عندناش حراس اللي ينجموا يحرسوا هاد البلوعات ولا يوميا ولا في اي وقت. ماذا بينا المواطنين ينبهونها ولا ينبهوا المصالح الامنيه. تكثيف المراقبه والزاميه الاجراءات الرضعيه حلول يطالب الساكنه بتطبيقها للحد من هذه الظاهره التي اصبحت مشوهه للمنظر العام ومخلفه للخسائر الماديه والبشريه من اصابات للمواطنين.